السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you all. برحب بحضراتكم في مستهل الدرس بتاع النهاردة، واللي هنتكلم فيه كيفية تحليل صورة قمر صناعي بطريقة السوبرفايزد كلاسيفيكيشن والانسوبرفايزد كلاسيفيكيشن. عندي الارك ماب، بعمل اد لخريطة محملها مجانا من الانترنت، وهناخد كيفية تحميل صورة قمر صناعي مجانا لاحقا ان شاء الله. لما بتكون الصورة نازلة من الانترنت، ده صورة لاند سات 8، بتنزل طبعا بإحداثياتها والإسقاط معروف يو تي ام واليونت سيميتر. هناخد الأول السوبرفايزد كلاسيفيكيشن، وده بستخدمه لما أكون عارف كل كلاس في الصورة عبارة عن ايه، ان ده ووتر وده ساند وده روك وده اجريكالتشر. في الحالة دي بنشط التريننج سامبل مانجر، بيفتح لي جدول فاضي، ببدأ اخد البوليجون بتاع الدرو بوليجون عشان ارسم التريننج اريا. بعمل بوليجون في المنطقة السوداء وبسميه ووتر، وباخد له اللون الازرق، تريننج سامبل رقم 2 في المنطقة دي، وانا عارف ان هي ساند، واديها لون يلو. تريننج اريا انا عارف ان المنطقة دي روكس، بديها لون بلاك. منطقة الزراعات بعمل عليها زومين، واضح ان كل بايفوت من البايفوتس دي واخد لون حسب حالة الزراعة، اذا كانت اخضر يانع ولا ناشفة ولا تم حصادها. فانا هعمل كذا تريننج اريا حسب تعدد الالوان، وفي الاخر ممكن اعمل لهم ميرج مع بعض. لازم يكون التريننج اريا بتاعي داخل المساحة، احاول ما اوصلش للمحيط الخارجي. بعد ما برسم التريننج اريا بعمل دبل كليك، مجرد ما بعمل دبل كليك بينزل الرو بتاع التريننج اريا في التيبل، بديله اسم وبديله لون. باك اكستنت، بعمل زوم ان، بجد ان هنا في اماكن شاطئيه عباره عن حشائش بتنمو بطريقه عشوائيه على الشاطئ، بعمل لها كمان تريننج اريا، ودي بتكون اخر تريننج اريا اللي هي كلاس نمبر 18، نسميها كوستال جراس. يعني انا اسف لو في خطأ في السبيلينج ولا حاجة، انما هي حشائش شاطئية. باك اكستنت، بحاول استكشف لو عندي اي كلاس اخرى. تمام خلاص اوكي، ممكن اسيف الجدول بتاعي اللي بيحتوي على التريننج سامبل عشان استدعيه مرة اخرى لو احتاجته. لو دخلت على كلاسيفيكيشن بلاقيه نشط الانتر اكتف سوبرفايز كلاسيفيكيشن، بعمل لها كليك، بيبدا يجيب لي النتيجه بتاعت الطبقات، الميه والزراعات وهكذا. باستخدام الارك تول بوكس ممكن احول هذه الطبقه الناتجه وهي راستر، احولها الى بوليجون، ومن الطبقه الناتجه باستخدام اكسبورت داتا ممكن افصل كل كلاس على حده، وبعدين جميع الدرجات او الكلاسز المعبرة عن الاجريكالتشر، الكلاسز المعبرة عن الاجريكالتشر ممكن اعمل لها ميرج في طبقة واحدة. بقفل الجدول مش عايزه، وبعمل كلير للتريننج سامبل، بيمسحها، مينيمايز الطبقة بتاعت الكلاسيفيكيشن سوبرفايز كلاسيفيكيشن،
دلوقتي انا هاخد ازاي؟ ممكن اعمل لها كمان unchecked. دلوقتي هنعمل الـ unsupervised classification، ودي بستخدمها لما بكون مش متأكد من الكلاسز بتاعتي في الطبيعة هي ايه. بعمل الـ classification وبنزل الموقع باستخدام الجي بي اس واتحقق من كل كلاس على حدة، بقول له ايزو كلاستر unsupervised classification، بيسألني عن الطبقة بتاعتي، بقول له الراستر كالك 30، سوري عملت عليها مرتين. بيسألني عن number of classes، انا بديله number 10 say، لكن هو بعد كده هياخد by default الرقم اللي بيجده امثل، وادي المكان اللي هيرمي فيه النتيجة. ممكن احدد المكان وسلكت النيم المناسب، اقول له اوكي. بعد الحصول على النتيجة بستكشف الطبقة، انا اديت له 10 كلاسز بس هو خد 6، وجد انه ممكن تصنيف اللوحة دي الى 6 كلاسز. في الحالة بتاعتي طبعا انا عارف ان كلاس نمبر 1 بحكم درايتي بالموقع ده ووتر، فبسميها من 1 converted to water. الدرجة رقم 2 عبارة عن شالو ووتر، I'm sorry if there is a mistake in the spelling. كلاس نمبر 3 عبارة عن كوستال اجريكالتشر، كلاس رقم 4 عبارة عن الزراعات، كليك كليك مرة تانية عشان اعمل رينيم. اجريكالتشر كلاس نمبر 5 دي الروكس، كلاس نمبر 6 سنت، الخطوة اللي بعد كده هبدأ أحول هذه الطبقة إلى بوليجون. أرك تول بوكس، كونفيرجن، كونفيرجن تولز، فروم راستر، راستر تو بوليجون، انبوت راستر، الايزو كلاستر 8 based on the field of value، هنا بختار مكان الحفظ والنيم، قول له اوكي. عايز افصل كل كلاس على حدة، من selection select by attribute اتأكد اني واقف على طبقة البوليجونز، واعمل دبل كليك على الجريد كود، دبل كليك جريد كود ايكوال تو 1، الرتبة 1 اللي هي الووتر، بقول له اوكي. رايت كليك تاني على طبقة البوليجونز، ومن داتا اقول له اكسبورت داتا عشان افصل الطبقة على حدة، لازم تكون داخل بيرسونال جوتابيز وسميها ووتر، انتر، انتر اجين، enter for third time to add to the table of content، هيزود لي طبقة الووتر. اعمل clear للسيليكشن
وريبيت نفس الخطوات تاني، بس الجريد كود هخليته اللي هو شال ووتر، طبقة البوليجون، رايت كليك، داتا، اكسبورت، شالو ووتر، كلير سيلكشن، ريبيت، جريد كود نمبر 3 از فور كوستر جراس، حشائش شاطئيه، اوكي، طبقه البوليجون، داتا، اكسبورت داتا، كوستل جراس، اسف لو في اي اخطاء في السبيلنج، سيف، اوكي، كلير، ريبيت فور جريد كود نمبر 4 الاجريكالتشر، طبقة البوليجون المجمعة، اكسبورت داتا، اجريكالتشر، كلير سيلكشن، سيلكشن باي اتريبيوت 5، كلاس نمبر 5 روكس، البوليجون لاير، داتا، سبورت داتا، روكس، انتر 3 تايمز، اوكي، كلير سيلكشن، لاست ستيب، جريد كود نمبر 6، اوكي، سند، كلير سيلكشن، بعمل موديفاي للكلر، بالنسبة للساند يلو، الروكس بلاك، اجريكالتشر جرين، كوستال جراس سمثينج لايك ذات، شالو ووتر، بتكون في النهاية الصورة بتاعتي بالطريقة دي، المياه والمياه السطحية، الزراعات الشاطئية ومعاها الزراعات في البايفوتس والساند والروكس. الخطوة اللي بعد كده عايز احسب how to calculate the area of each class. هنشط التول بار بتاع editor، هنا لو عملت وقفت على طبقة الساند وقفت عليها رايت كليك قلت له open attribute table، هجد انها تتكون من عدد كبير جدا من المضلعات، عايز اعمل لهم ميرج مع بعض عشان يبقى وان رو وان ريكورد. اديتور، ستارت اديتنج، اوكي، تول بار بتاع اديتور ان اكتف، بياخد وقت شويه حسب تقل البيانات، تحول الى اكتف، رايت كليك على ساند، سيلكشن، سيلكت اول، بيحدد جميع المضلعات الخاصة بطبقة الساند من اديتور، بقول له ميرج، اوكي، كلير سيلكشن، واعمل ريبيت للخطوة دي على بقية الطبقات من الروك، سيلكشن، سيلكت اول، ميرج، اوكي، كلير سيلكشن،
agriculture, selection, select all. من الدروب داون منيو بتاع editor واقول له merge. اوكي clear coastal selection select all merge sorry. اوكي shallow water selection select all merge. اوكي بعد كده لو دخلت على اي طبقة open attribute table بجد ان الاريا ان متر سكوير ممكن احولها بسهولة لكيلو متر سكوير. بعد اللوحة للطباعة من فايل بيج اند برينت سيت اب اي 4 لاندسكيب اوكي كلوز ار كاتالوج. بعمل ادجاست للوحه بتاعتي على قد اللاي اوت كلوز ارك تول بوكس كمان زوم هول بيج اللاي اوت رايت كليك على طبقه الايزو كلاستر قول له زوم تو لاير عشان يملاها لي على قد اللاي اوت بتاعي. ممكن اعمل ان تشيك لطبقه الايزو اعمل اد للتايتل اسميه مثلا ريموت سينسينج اوكي دبل كليك عشان اغير الفونت بتاعه اخليه 28 بولد اوكي اوكي كده انزرت نورث ارو دبل كليك كبره شويه ادجست عايز اعمل ادجست للسكيل السكيل دلوقتي 135 وكسور ممكن اخليه 135 صحيح سوري 135000 بخلي السكيل بدون كسور 135000 انتر اعمل انزيرت للتايتل عشان اكتب فيه سمول تايتل وسجل فيه السكيل اللي هو 151 الى 135000 انزرت السكيل بار انزرت ليجند ساندو الروك والاجري والكوستال والشالو ووتر الراستر دي انا مش عايزها بعمل لها بالسهم ده برجعها تاني قول له نيكست اعمل ديليت للكلمه دي عشان ما تاخدش معايا مسافه او حيز بستمر نيكست 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 لحد فينش تبقى عندي الليجند باخد الكفه البان واسحب لفوق شويه عشان اوسع مكان واخد السهم الاسود لو عايز اعمل زوم وانا في اللاي اوت اوعى تستخدم الزوم ان والزوم اوت بتاعت التول بار الرئيسي اللاي اوت للزوم الان والزوم اوت الخاصة بيه والا السكيل بتاعك هيبوظ ويتغير كده ممكن ازوم وارجع تاني
للفول اكستنت بتاع اللاي اوت. عايز اعمل اللاتيتيود واللونجيتيود اعمل جريد، رايت كليك على لاير اقول له بروبرتيز جريد نيو جريد ميجر ذا جريد نيكست نيكست لحد ما اخلص اوكي. بس بلاحظ ان الخط صغير، عايز اكبر الخط واغير لونه. اعمل كليك على اللاي اوت واحاول اخلي الارقام والليبل بتاع اللاتيتيود واللونجيتيود والجريد داخل نطاق الطباعه. عايز اكبر الفونت شويه، بعمل رايت كليك على لاير بروبرتيز، بقف هنا على الميجر جريد اللي انا عملته واقول له بروبرتيز. من الليبل بخليه 12 بولد وبلون مميز شويه اوكي اوكي. هنا لو خدت الزوم ان وكبرت على الليبل بجد ان في ارقام عشريه ديسيمال ديجري انا مش عايزها. برجع تاني الفول اكستنت، بخش على لاير رايت كليك بروبرتيز الميشرد جريد بروبرتيز، من التاب بتاع الليبل بخش على اديشنال بروبرتيز وبعمل نمبر فورمات، بقول له نمبر اوف ديسيمال بليسز 0 اوكي 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 اوكي. لو عملت زوم ان بجد ان الرقم صحيح ما فيش الكسور العشريه، وارجع تاني الهول بيج. ممكن اختار كذا ستايل للجريد بتاعي، من رايت كليك على بروبرتيز لاير بروبرتيز الميشر الستايل، ممكن اخد اي ستايل من دول ابلاي اوكي. هنا بتختفي الجريد فلازم احدد الانترفال، بقول له رايت كليك بروبرتيز الانترفال، هنا واخد 1 درجة كتير قوي 1 درجة، بخليها 0 ودي بخليها 0 وبجرب 15 دقيقة وخمستاشر دقيقة واقول له ابلاي اوكي ابلاي اوكي. هنا بجد ان ظهر معايا خط طول وخط عرض، بس عايزة المسافة الانترفر تصغر كمان شوية، 15 دقيقة كبيرة بخليها 5 دقايق بروبرتيز بروبرتيز خليها 5 minutes ل 5 minutes اوكي اوكي. وتم تحويل الوحدات من يو تي ام الى ديجري مينيت سكند. زوم تو هول بيج فول اكستنت، وبكده بتكون اللوحه بتاعتي جاهزه للطباعه.